متابعي قناة الفاسبريس، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كازا سيتي. في هذه الحلقة نستضيف سي محمد معيط، رئيس سابق لمقاطعة سيدي عثمان مدينة الدار البيضاء وعضو الحالي في هذا المجلس التهديم، من أجل مناقشة القضايا، مجموعة من القضايا تتعلق بمقاطعة سيدي عثمان وأيضا بعض القضايا التي تتعلق بمدينة الدار البيضاء. سي معيط مرحبا بك. بارك الله فيك سي أحمد، شرف كبير نحضر معكم في هذا البلاتو. الله يوفقكم لكل خير. سي معيط، عفوا، اولا سي معيط، بدايه مقاطعه سيدي عثمان هي المقاطعه يعني تدخ واحد ميزانيه ضخمه على مستوى مجلس مدينه الدار البيضاء، يعني لا استثنينا الضرائب المحوله من 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 الدوله، العوائد الماليه اللي تجيبها مقاطعه سيدي عثمان يعني عوائد كثيره بالنسبه لمجلس مدينه الدار البيضاء، ولكن الاثار والتاثير ويعني يعني الرد الجميل لهذه المقاطعه ما تلاحظوش بزاف على مستوى البنيه التحتيه، على مستوى المرافق داخل هذه المقاطعه هذه. شكرا سي احمد. اولا مقاطعه سيدي عثمان اذا كانت كتضم اكبر مواقع اللي هي اقتصاديه وغيرها، هذا ناتج على ان سيدي عثمان قبل النظام ديال وحده المدينه انها كانت جماعه كبيره واسعه، كانت كتضم عدد ديال المقاطعات اللي هما كاينين اليوم، فهذا من بين الاسباب اللي جعل سيدي عثمان تكون فيها واحد المناطق اقتصاديه كثيره. اما والان بعد وحده المدينه كتعرف على ان النظام عطى الحق في 10% من المداخل هي اللي كتصرف فيها المقاطعات، فلذا ان مقاطعه سيدي عثمان لا تتصرف في اي منحه الا في 10% اللي كتمد بها جماعه الدار البيضاء. وطبعا على ان اذا بغينا نمشيو المداخل اللي كتحصل عليها الجامعه من هذه المقاطعه اللي كنقول الا بغيتي تقول ما كتوازيش الحجم ديال ديك 10%، عندك سوق الجمله راه كيدخل 14 15 مليار، عندك التتليج، عندك المجازير، عندك نسبه في سوق السمك، وعلى مستوى العماله راه كاين الحي الصناعي، يعني هذه كلها مرافق كبيره مهمه. سوق الجمله راه تقريبا تزور ما يزيد على 60,000 نسمه يوميا. المجازير تقريبا عندها واحد اكثر من 12,000 اللي كتزورها يوميا. الا كانت الملحه مخصصه في 10%، ولكن خاص الاهتمام يكون اكثر بالنسبه لهذه المقاطعه اللي هي تدخل الميزانيه الضخمه في مجلس مدينه الدار، يعني تكون ما نقولوش الاولويه ولا يكون التركيز على هذه المقاطعه تاع سيدي عثمان. هو الاشكال هذا هو اللي خصو يكون، خص الجماعات يعني ديك المشاريع الكبرى ما تبقاش محتكره على المعارف وانفاض تمشي لسيدي عثمان. كان كيخص تكون واحد الدراسه علميه دقيقه اللي كتحدد الخصائص ديال كل مقاطعه على مستوى الدار البيضاء، ما تعاملش لان حتى المنتخبين كنوضوا كنقولوا للرؤساء ودي خصنا العداله المجاليه، لكن ديك العداله المجاليه مثلا عندك واحد المقاطعه ما فيهاش 100,000 نسمه وانت عندك 350,000 نسمه وكيقادك ويساويك معاهم، الا عطاك 13,000 متر ديال الزفت كيعطيوك 13,000 متر، سيدي عثمان ما ديرش بها حتى الزنقه. بينما وكنت سي معيط كنتي برلماني كنتي رئيس مقاطعه، علاش ما دفعتيش في هذا الاتجاه بان تكون واحد يعني واحد الحاله خاصه بالنسبه لسيدي عثمان ومولاي رشيد؟ هو الدفع اللي غادي ندفع، اولا كنا كنراعيو في المنحه اللي كنصرفوا فيها كنديروا اكثر من 50% في البنيه التحتيه. لا ما تهضرش على المنحه، تنهضر على يعني يكون واحد الاهتمام خاص بهذه المقاطعه تاع سيدي عثمان ومقاطعه مولاي رشيد. هذا الاهتمام لما بدينا كندافعوا عليه لقينا عندنا اشكال ديال بعض الاحياء اللي عندها اولويه كتخليك ما تبقاش تنظر للاحياء الاخرى. هراويين النموذج ملي كتجي للهراويين راه كانت واحد الحركه اللي هي خاصه، ما كايناش مقاطعه اخرى باستثناء الشق اللي هي ميزانيه ديال 23 مليار. كيف استفدت منها ايضا المكانسه وغيرها من المناطق الضحاويه، وهكذا وكتعرف الشح ديال الميزانيه. ودرتي دابا على الهراويين، البعض تيقول لك بان بعض الغيورين على منطقه سيدي عثمان تيقول لهم خصو فيه زادوا فيه له، يعني المشاكل ديال سيدي عثمان تزادت لهذيك المنطقه الهراويين. ايوا شوف، اولا هما المواطنين مغاربه ومرحبا بالمغاربه ومرحبا بالمواطنين ديال الهراويين، ولكن وجد الفلوس رغم ان في 2009 لما بغات الدوله تضم هذه المنطقه ديال الهراويين لمقاطعه سيدي عثمان كان المجلس عنده واحد الرؤيه كيقول هذه خاص الا ما دخلتش فيها الدوله
ميزانيات كبيره ما يمكنش تاهل هذيك المنطقه اللي هي من كل شيء فيها منعدم، بنيه تحتيه مأمنين ما ذكرتي لا طرق ولا اي حاجه ولا مرافق ولا رغم ان حتى لما دارت الدراسه كانت ناقصه غير كامله، ف 13 مليار لا يمكن باش تاهل لك الهراويين باش تعود تصطفي للاحياء الاخرى. عين من على ان المنطقه كلها ديال سيد عثمان انها منطقه اجتماعيه. راه كل الاحياء اللي فيها ما كتجاوبش شيء 60 متر 54 متر 48 متر، لالا مريم كلها فيها 48 متر. السيد عثمان فين وصل الملف تاع لالا مريم؟ من 25 عام وحنا نسمعوا التمليك تاع الديار. هو الملف ديال لالا مريم كل شيء كان تخلى عليه في واحد الفتره سابقه، بحيث على ان الناس واخدين هذاك السكن كهيبه ملكيه وكيخلصوا واحد الاداء كيدي واحد الاداء ديال 12 درهم للشهر. لما الدوله ما اهتمتش به بدا الانسان كيبني. حنا قلنا ان منطقه اجتماعيه، الانسان كيولد الولد ما عنده فين يمشي كيبقى بارك معاه كيعاود يبني الفوق. فالدوله فكرت واحد النهار قالت هاد الناس كيبنيو كيبنيو، اللهم نديروا لهم واحد البلون تيب. داروا الطابق الاول والطابق الثاني، ولكن هاد الشيء كيبغي البنيه التحتيه تغير. كيبغي يتزادوا مدارس، كيبغي يتزادوا المرافق الصحيه باش دير واحد البنايه اللي كان فيها بيت غرفه واحده وعلى مستوى التمليك ديال الناس هادو. كيف تمليك تاع الديور تاع الحي؟ لا التمليك فيه اشكالات. لان اللي كانت عنده الدار اما توفى واما باع وانصرف، والدار اليوم الدور فيها تقريبا ثلاثه طبقات اربعه، في اغلبها 90% عندهم ثلاثه طبقات، اللي عنده اربعه فيها السكان مختلفين كل واحد شاري طبقه. التمليك يصعب الان. دابا كانت واحد المبادره في العهد ديال الرئيس السابق ساجد، دار واحد المبادره باش يبدا بدوك اللي باقين على اصلهم، ما كاينش حتى 5% اللي بقات على الاصل ديالها. رجعوا للمناطق الضحويه تاع الدار البيضاء، الا خدنا مثلا مقاطعه مولاي رشيد وسيدي عثمان، ايضا المقاطعه تاع الحي الحسني بساسفا البرنوسي، هذه كل المناطق تيتوفروا على اكبر المناطق الصناعيه على مستوى مدينه الدار البيضاء. هذه المناطق الصناعيه تاع مستوى مدينه الدار البيضاء راه تيدخلوا في خزينه الدوله، يعني المبالغ اللي هي ضخمه بزاف. كما تيقولوا بعض المتتبعين ان العوض عوض، يعني نهتموا بهذه المناطق ونحيوا كما تهضرتي على العداله المجاليه ونهتموا بهذه المناطق اكثر، بعكس هذه المناطق تتعيش البؤس، تتعيش الحرمان، تتعيش الهشاش. لا الاشكال اللي كاين باش نكونوا صراحة لهاد المقاطعات، المناطق الضحويه غزاها السكن الاقتصادي والاجتماعي، والسكن الاقتصادي والاجتماعي طبعا خصك توجد لي مرافق. حتى هو خصو حتى هو ملاعب، خصو حتى هو قاعات، خصو حتى هو طرق، خصو اناره، خصو امن، خصو مستوصفات. كل هاد الامور الان اذا مشيتي للمناطق الضحويه ديال هاد المقاطعات كامله اصبحت تعج بالسكن الاقتصادي، وهذا مما جعل حتى ديك الانشطه الاقتصاديه وداك الشيء ما بقاش عندنا فين نديروها الا بغينا نقولوا نخرجوا الهواميش ديال المناطق. اليوم راه كاين تفكير، كتفكر الدوله هذيك الانشطه الاقتصاديه خصها تخرج للمديونه ولا غيرها، باعتبار انها كتوفر على واحد. ودابا المصير ديال الناس بقى يعني ما كاين لا حدائق، ما كاين لا منتزهات، ما كاين في حدود. مثلا لما كتجي المقاطعه سيدي عثمان الى استثنيتي الهرويين، تقريبا عملت المجالس بواحد الجديه في العهد اللي كنت فيه انا راه اكثر من 33 ملعب ديال العشب الاصطناعي لم يكن في السابق. جلاله الملك حفظه الله دشن 17 ملعب عندي في مره واحده الى غيرها من حيت هذا الوضع اللي تيعيشوا المقاطعات الضحويه كما تيقولوا البعض، يعني تيخلي بحال مثلا اذا كانت كل مدينه عندها العلامه ديالها وكل مدينه عندها اللوغو ديالها، تيقولوا يعني طريقه ساخره، يعني اللوغو اللي خصو يكون في مولاي رشيد ولا في سيدي عثمان هو ان اما التطرف تاع الارهاب وكذا، واما القرقوبي والحشيش وكذا، يعني الشباب ما عندوش واحد الاختيار اكثر، لدرجه ان مثلا في عكاشه مثلا عمرك زرتي عكاشه، تيكاينين مجموعات، مجموعه واحد، مجموعه ستة، مجموعه خمسه، يعني كيفاش خصنا نخرجوا من هذا؟ وعلى كل حال هو ان
المغرب اليوم في حاجه الى انا كنقول لان كاين اكتظاظ في السجون. انا ماشي مع الطرح ديال خصنا نزيدوا السجون اكثر من التفكير في بدائل اللي تجعل الانسان اللي كيدوز فتره سجنيه ما يرجعش. الاشكال اللي كاين عندنا في المغرب هو كاين واحد النسبه كبيره وعاليه ديال اللي كيدوزوا شي فتره سجنيه كيرجعوا طريقه العود، حيت فاش يخرج مسكين ما تيلقى ما يدير. هذا هو الاشكال. بدل يكون عندك التفكير خاصك تزيد واحد العدد ديال السجون، كي خاص الدوله يكون عندها تفكير كيف تقلل من النسبه ديال العوده ديال الانسان اللي كيدوز فتره سجنيه وعاود يرجع، وكيفاش غنقللوا من النسبه. وهذا الغالب هو راه داك الشيء خصو التربيه وخصو الرجوع للاصول ديالتنا ونتمسكوا بها، وخصو مرافق اجتماعيه ثقافيه ديال الشباب. الا رجعتي للاصول ديالنا راه الشيء اللي كاين، كيخصك تلقى فين تقرا وتلقى فين تخدم وتلقى فين تلعب وتلقى فين تترفى وتلقى فين تخرج ولادك وتلقى الحديقه قدامك وتلقى الناس مزيانين تتعامل معاهم وتعاملوا معك يكون تواصل سليم. طبعا فاش كنت انت رئيس مقاطعه سيدي عثمان، يعني قبل ما تجلب تاع الرئاسه ديالك، انت كان السي الحدادي هو رئيس المقاطعه، المؤاخذات اللي تخاطت عليك هذاك انا داك فاش وليتي رئيس تاع المقاطعه، يعني خصيتي الناس اللي رحبوا بك في التجربه اللي كانت قبال وداروك ربما كنتي نائب الرئيس ياك، ولكن فاش جيتي انت يعني همشي هاد الناس هاد. انا كنظن انت يا كصاحبي ما تقدرش تعطيني نموذج واحد، ما تقدرش تقول لي نموذج واحد. والرئيس الحالي الرئيس محمد الحدادي ما لقاش المكان ديالو معكم في التجربه ديالك؟ القاها، علاش ما لقاهاش؟ الا جيتي للرئيس الحدادي بقات العلاقه مستمره معاه، بقاو الناس اللي معاه في الحزب داخلين معايا في التسيير، وما كان ما عمر شي اشكال كان بيننا وبين بينهم طيله فتره الولايه ديالي نهائيا. اما قضيه الاقصاء ليس منهج ديال العداله والتنميه ابدا، بالعكس المنهج ديال العداله والتنميه هو الاشراك. ولا بغيتي تلاحظ هادشي، كانت عندنا تعليمات من القيادات ديال الحزب باش يكون الاشراك ديال الاحزاب السياسيه معك في التسيير، وهذا كان في المغرب كامل. وانت راك المطلع، حتى من مجلس المدينه كانت فيه الاغلبيه واستطعنا باش نشاركوا معنا احزاب اخرى. المقاطعه عندي هي وكانت عندكم واحد الفرصه تاريخيه، انك كنتوا مكتوب في المقاطعات، كنتوا في مجلس المدينه، كانت عندكم الحكومه الجهه بين قوسين، ولكن ما قدرتوش نحلوا المشاكل اللي هضرنا عليها سابقا، سواء في مقاطعه سيدي عثمان، سواء في مقاطعه الحي حسني، سواء مقاطعه انت غادي تشوف واحد القضيه دابا ديال ملي كنتكلموا على النظام القانون التنظيمي، كتلقى ما كيعطيش المقاطعات واحد المسافه فين يشتغلوا. اولا ممنوعه من التجهيز، المقاطعه الا ما عندهاش الحق في التجهيز وما عندهاش الحق في المنحه في المداخل بصفه عامه الا في ديك 10%، وما عندهاش الصفه القانونيه ديال ترافع ولا كشويه هذه المقاطعه تنجز لك. كتبع لك النظافه وكتبع الاناره العموميه والامور ديال الطرق، وهذا ما يخفاش. راه الا جيتي سيدي عثمان فوق الرصيف 95% كنتو في البرلمان، علاش ما دفعتوش في اطار تغيير القانون التنظيمي؟ حيت ماشي قرار هو القران دفعنا به، بالعكس باش يتغير القانون دفعنا به وكان كيتناقش وتعجل لاسباب يمكن التزامن الداخلية مع مجموعة ديال القضايا الكبرى، ويمكن راه جاي الترتيب ديالو في واحد الوقت معين غادي يكون. إذا التعديلات كانت عندنا جاهزة. إذا أنت تعطي مبرر لهاد الناس اللي تيسيروا مدينة الدار البيضاء، تقول لهم واخا ما يقدروش يديروا والو على المقاطعات، راه القانون اللي فيه إشكال، ماشي إيه خصهم غير في داكشي اللي قدروا يديروه بجدية ومعقول. حنا كنعرفوا أي جماعة عندها إكراهات ديالها، ما غاديش نديروا نضادر باللون الأسود ونقولوا حتى حاجة ما كاينة، ولكن في داكشي اللي كاين وداكشي اللي متاح خاص تكون فيه حسن النية وتكون فيه الجدية وتكون فيه المصداقية. وكاين الجدية وحسن النية في التجربة الحالية. ونسولك أنت اللي صحفي. لا ونسولك أنت اللي مجلس مدينة وتتحدث. أما أنا كنعيشها كنحس بالأغلبية غير منسجمة، وكاينة الصراعات على المصالح، كنبقى نشوف كمعارضة كنقول لي عليا.
هما تيقول لك ما كاينش اذا قالوا هما تيقول قالت تيقول انا الاغلبيه منسجمه الا هما قالوا منسجمه انا شفت منكم انتم الصحافه كلكم قلت كتبتوا مرارا انها غير منسجمه وانا كنثق فيكم الا انتم كتكتبوا غير منسجمه وانا كنشوفهم كيدوزوا قدامي ولكن انت اللي كاين معاهم في انا قلت لك انا كنشوفهم كيدوزوا قدامي وانت نشرتي انهم غير منسجمه صافي كفي واخا هما يقولوا منسجمين راه الواقع واضح واش انت بالنسبه لك التجربه هذه تقدر تنجح شنو هو الفرص على النجاح ديالها خاصه ان البعض يقول بان الدار البيضاء عندها فرصه ذهبيه لان 2025 2030 ما خصناش نضيعوا هذه الفرصه كيف معارضه تبان هاد السنتين وزياده لقينا يصعب على الجماعه ان تحقق شي انجاز كبير علاش اولا الطموحات ديال الدار البيضاء كبيره والمشاريع اللي فيها كبيره كتحتاج ماليه كبيره واحد ثانيا عدم الانسجام والقدره على خلق المبادرات غادي يخلي الجامعه والدليل انت كتشوف ما عملناش شنا في دوره فيها 99 نقطه فيها حتى 60 نقطه ديال التعمير فوت هادي بيعادي شري هادي يعني انت شتي وزاره الداخليه ان لاحظت على شي حبسات كل شيء وراسلاتهم كتقول لهم هاد النقط خليهم راه غادي تكون قوانين اخرى فيها يعني كيبان ثم ان كاين تداخل ديال الهيئات واش الا بغات الجماعه ديال الاستثمار واش هي ولا المركز الجهوي للاستثمار شكون المجلس الجهوي الاستثمار واش الشركه التنميه ولا الجماعه واليوم راه شركه التنميه انت كتعرف كاين الجماعات الشركات اللي ما كتسمعش للجماعه نهائيا بغض النظر عن التاسيس ورئيس المجلس الاداري وكذا نظر في شركه التنميه المحليه نعم قلت لك شحال الوقت بان نعاودوا النظر في الشركه تاع التنميه المحليه لا هي شركه التنميه المحليه هي اليه مزيانه ولكن لو كانت انها تمشي بالاراده ديال المجلس تمشيش اراده المجلس حاليا انت كتعرف المجلس الاداري ما كيترأسوش رئيس مجلس ومعك شركاء كاين الجماعه كاين الجهه كاين مجلس العمل وطبيعي هذا الخليط خص يترأسوا واحد اخر هو الولي حاليا دابا الدار البيضاء تتعرف واحد التجربه جديده تشوف بان التجربه الجديده تقدر يعني تحرك شي هاد الولي سيطره سبق الوصول ديالو لهنا ولكن حنا كنعرفوا الدار البيضاء كتخاد فيها قرارات مهمه ولكن سرعان ما كتنسى كيخص الاستمراريه لما غنجيو الاستغلال الملك العمومي والريع اللي كاين ونجيو للعربات المزروره ونجيو للحيوانات اللي كاينين هي كاينه حمله على هادشي نتمنوا بالله مع هاد الوالي تبقى مستمره نتمنى الله شكرا جزيلا سي معيط على قبول الدعوه متتبعي قناه الفاس بريس الى اللقاء فرصه قادمه ان شاء الله